رح ننتقل لمحطتنا الأخيرة مع العمل الإنساني والتوجه والرسالة اللي عنوانها الإنسان. من صيدنايا أرض المحبة والإيمان تأسست في دير التجلي أخوية المعونة الدائمة التي تضم مجموعة من السيدات والذي يبلغ عددهن 120 سيدة سمر. أكيد يا سالي، بين عمل الخير بطابع إنساني وبين مجموعة من الرسائل التثقيفية، مجموعة من المحاضرات العلمية والطبية، رح نتعرف بشكل موسع على عملية أخوية المعونة الدائمة مع سيدتين سمر سمعان وآني السمان. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد أهلا فيكم. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. نحن بيسرنا انه نرحب بسيدات بسيدات مكرسين وقت لهم للعمل الانساني. حنبدا مع حضرتك لنحكي، امبارح كان في فعاليه يمكن حكينا ذكرنا تحت الهواء وهي من اهم الفعاليات يمكن لزياره المسنين، المسن خلينا نحكي مثل الطفل الصغير بيفرح بأي عمل، كيف بزيارة يعني، خلينا نحكي كيف كانت الفعالية امبارح. كانت نحن كل سنة بننزل بهالنهار بعيد البربارة، كل عام وانتم بخير، بننزل بنحتفل مع المسنين ونخليهم يحسوا انه نحن اولادهم، ما نخليهم يشعروا انه هن ما لهم حدا. بننزل نعمل لهم حفلة تنكرية، نرقص معهم، نعمل لهم جو كتير من الفرح، نزرع الفرح والبسمة على وجوههم، وهن كتير بيبقوا مبسوطين، ونحن كتير من قلبنا نبقى عم نقدم ولا حاسين انه نحن عايشين مع حدا غريب، عايشين ببيتنا مع اهلنا مع امهاتنا مع ستنا يلي هن بيعطونا دافع لقدام. نعم كتير بنبقى عايشين بفرح ومحبة، وهن كتير ما بتكون الفرحة على وجههم ما بنعود نعرف شو عم نساوي، تنكر زي قديم، نعمل لهم كثير شغلات حلوه. اكيد كثير من الانشطه يلي بتقوموا فيها، خلينا نحكي عن ابرز الانشطه اللي عملتوها مثلا مساعده الفقراء، زرتوا دار المسنين وكثير من الانشطه يلي بتقوموا فيها، واكيد لمحه تعريفيه عن الاخويه. كل عام وانتم بخير ويسعد صباحكم. اخويتنا تاسست عام 1938 ميلادي بدير التجلي. بيشرف على الأخوية كاهن الرعيل أب أندريس كندنافي والراهبات الفاضلات. طبعا عندنا رئيسة أخوية واللجنة اللي تحت إيدها. دائما في عندنا صلاة كل أسبوع فرض، وكل أول شهر صلاة جماعي. منهدف للمحبة بالأخوية، للمة الحلوة، من نشط. طبعا هن كونهم انه كبار شوي بالعمر لازم نعطيهم دعم دافع معنوي ومحبه وعطاء، من نشطهم من روح زيارات مرضى، من زور، من عزي الحزانه، يعني بنعمل يعني كلها عمل انساني، كلها عمل انساني. ايوه بنروح رحلات ترفيهيه خارج نطاق البلد، اوقات بنعتبرها رحله حج او بنعرفهم على المناطق الثانيه. بنعمل مخيمات ايام يومين وثلاثه، بنجيب محاضرات، بنجيب محاضرين تثقيفيه، وكثير يعني الجو كثير طبيه، بنجيب كثير، بنعمل محاضرات طبيه كمان. نعم، يمكن حكينا انه أخوية المعونة بتضم 120 سيدة، وجميع السيدات يمكن مكرسين وقتهم لخدمة وعالعمل الإنساني يلي هو رسالة يمكن جميع الديانات السماوية. ونحن بشهر شهر الميلاد دائما يمكن بهذا الشهر له خصوص وحميمية خاصة، وخاصة أنه نحن رسالتنا دائما موجهة للعالم، من عنا انطلق السلام والمحبة. قديش مهم بشهر الميلاد، نقدر كل الأشهر لازم نعطي، ولكن بشهر الميلاد هذا خاص. تماما، خلينا نحكي عنه مع حضرتك. هذا الشهر هلأ نحن بنعمل يعني لكل أسبوع في شيء بنجهز له من قبل بشهر. كل أسبوع بنعمل شيء، عندنا حفلة الميلاد، عندنا هدايا، عنا منروح منزور المرضى كلها تقريبا، الحزانة منعزي قلوبهم بهذا الشهر، بنعمل لهم حفلة تنكرية كمان، منجيب بابا نويل بنوزع لهم هدايا، وبنروح منزور الكبار بالعمر يلي معنا نحن خلص اعتذروا وما عاد يقدروا يجوا، كلياتهم منزورهم بهذا الشهر.
بالعيد خصوصا حصرا، وبنعمل لهم بنفاجئهم، بنروح لبيوتهم ناخذ لهم هديه رمزيه ومنزورهم. حلو، بحسوا بفرح، يعني الفرح انه نحن ما تركنا، لساتنا معكم، لساتنا موجودين. أكيد عنكم مجموعة من المحاضرات والندوات التثقيفية مثل ما حكينا، والندوات الطبية، خلينا نحكي عن هذا الجانب التثقيفي اللي عم تنشروا بين السيدات كمان. نحن منجيب منتصل بالمحاضر أيام بدنا مثلا شيء طبي، منجيب دكتور اختصاص قلبية بيعطيهم محاضرات، طبعا بتصير محاضرات كلها ضمن دير تجلي الصالون. نحن منجيب ماري عقوب المقطع على المركز تبعهم، عملوا لنا نفسية وعملوا على شغلة النسائية كمان، دورات على مدى 3 أيام 4 أيام. نعم. كمان عندنا الراعي الصالح، منحب كثير نتشكره لأنه كمان نحن جبناه على مراحل وعطانا كثير محاضرات، اشتغل على كثير النفسية، شفتي نتيجة الحرب وهيك أعطانا كثير أمور. الطبية طبعا كثير نشتغل عليها بالقصة تبع السكري، توعية. نجيب محاضرات لحتى على السكري، على الضغط كذا، تجميل الوجه، عملنا على التجميل، جبنا للأنف أذن حنجرة كمان كثير، يعني هذا الجانب كثير مهم عنا انه نحن نعطي للنساء وخاصه الكبيره بالعمر ولو بحاجه هن انه يضلوا يتثقفوا لاخر العمر. يعني يمكن عم تمرق معنا صور من الأنشطة اللي عم تقوموا فيها ضمن الفعاليات اللي عم تقوموا فيها والأنشطة لأخوية المعونة. دائما الندوات التثقيفية والندوات اللي الطبية مو بس بتعطي كمان وعي، وأيضا بتعطي دافع للأشخاص. أيوة. ممكن يتحاوروا، يصير في مجال انهم يحكوا بشيء معين. قديش هذا الشيء بشكل عندكم يمكن فرح وكثير مهم. يعني نشكر الله لما بتكون قاعدين بالجلسه بالمحاضره، لما بيكونوا هن عم يتشاركوا، ما بتتوقع انه وحده عمرها 60 سنه مثلا 50 سنه عم بتشارك وتحكي اللي جواتها وشو بدها هي وشو، يعني نحن بنستفيد وهن بيستفيدوا، نبقى عايشين كلياتنا قلب واحد، وما في فرق ابدا بالاعمار. نحن عنا عمر صغير وعمر كبير، يعني عنا اخر ست عمرها 33، مواليد 33، يعني بتبقى عايشة مثلنا، يعني ناخد نكسب منها، ننبسط كتير معهم، ما منحس بالفرق العمر بيناتنا. طبعا. أكيد تبادل خبرات، تبادل أيوة. بيصير بيناتكم أحاديث كتير. وأكيد بالزبط. تبادل بكل شيء بيصير بينات السيدات الصغار والكبار. خلينا نحكي على رسالتكم وهدفكم وشو اللي حتقدموه هذا الشهر من أنشطة. إن شاء الله في تطور كتير بالأخوية، ونحن دائما نسعى لتطورها وللشيء الأحسن، ولنزرع الفرح والمحبة بقلوبهم وبقلوب كل العالم. إن شاء الله يا رب. رح ننتقل لحضرتك لنحكي أكثر عن قلب النهار. نحن حكينا بشكل عام عن الفعاليات، حكينا عن الأنشطة، لكن في شيء بيمر معنا بقلب النهار دائما. يمكن في سيدات بيجوا، في سيدات بيروحوا بحسب يعني مثل ما بيقولوا قدرة الأشخاص انه يكونوا متواجدين بهذا الدار. يمكن لمة الأكل بيلتموا المسنين على طاولة واحدة، يعني بيصير نوع من العيلة والألفة، بيتعودوا على بعض، بيتسلوا مع بعض ضمن النهار. خلينا نحكي عن فترة النهار كيف بتمر. نحن مثلا يوم اللي بيبقى عندنا مثلا هلا فترة الصيام، بنحب نعمل لهم اوقات انه لمة محبة، غداء محبة. من الصبح بنقوم بنحضر اللجنة كلنا شو بدنا نعمل لهم من حلويات، من اكل، بنكون زايعين من قبل باسبوع انه نحن بهذا النهار نحن متواجدين بالصالون وحابين نعمل لكم شيء يفرحكم، ونجتمع كلنا ونحكي مع بعض ونقعد نتحاور. بنقضي النهار نحن وعم نشتغل، اوقات نطبخ لهم، نحضر لهم، بنحضر لبعد الظهر بنقعد كلنا سوا، طبعا نفتتح بالصلاه، صلاه صغيره، وبعدين بنقعد على الطاوله لمة فرح كثير، بيبقوا فرحانين ومبسوطين من قلبهم. طبعا في مساعدات كثير من قبل السيدات الاخويه،
مو بس نحن اللجنة، يعني في ناس كثير بتبقى متطوعة معنا لحتى تساعدنا ونقوم بهذا العمل الكبير، ومنقضي نهار كثير حلو. نحن بنحس انه دخلنا الفرح لقلبهم، لانه صدقيني في سيدات اوقات بالاسبوع ما بيطلعوا من البيت مره، يعني بيستنونا لنعمل لهم شيء نفرحهم. ايام بناخذهم مثلا بجوله بسيدنايا منزور القديره، في نساء بيقولوا لنا اذا ما طلعنا ما طلعتونا ما بنطلع، يعني انتم بتدخلوا لنا الفرح، بتدخلوا لنا البسمه. نحن دائما بنحب شو اللي بيفرح لهم قلبهم، وخاصة بهي الأعمار نعمله. نعم. ونشكر ربنا عم نقدر يعني نقدم ولو شيء جزء البسيط. في شوية تعب، بس وقت بتشوفي البسمة على وجوههم تنسي حالك. أكيد يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم أكيد التوفيق، أكيد أنتم عم تزرعوا الفرحة بقلوبهم. يعطيكم ألف عافية وشكرا لوجودكم. شكرا لكم، شكرا كثير. نشكر الإخبارية السورية، نشكر عوجودنا معكم. أكيد نحن كمان بدنا نتشكركم بدورنا، بدنا نتمنى لكم الصحة أيضا، لأنه أنتم حدا عم بيقدم شيء إنساني لفئة معينة، يمكن هذا الشيء عند ربنا كتير كبير. أكيد بدنا نتشكر وجودكم معنا. إن شاء الله شهر عياد هيك مبارك عليكم وعلى عيالكم وأيضا على الجهود اللي عم تبذلوها. أهلا وسهلا. شكرا كتير، يعطيكم العافية.